صباح الخير توتي تا، معاكم تاني من بلد جديدة. انا دلوقتي ماشي في شوارع فيلنوس عاصمة ليتوانيا، جو ساقع، اعتقد درجة الحرارة حوالين الصفر، ماينس واحد او صفر. زي ما احنا شايفين مدينة قديمة بس ظريفة صغيرة. انا كنت لسه راجع من لندن اول امبارح، وان شاء الله النهاردة على الظهر هركب الاتوبيس عشان اروح لبرانوفيتش بيلاروسيا. مدينة فيلنوس مدينة ظريفة ما فيهاش معالم سياحية كتير، وسط البلد جميل، في مجموعة من الكنائس والقلاع القديمة. الشوبينج هنا ظريف مش وحش، الأسعار في بعض الحاجات أرخص من بيلاروسيا، وخصوصا ايكيا. أنا بحب محل ايكيا جدا لأنه أسعاره رائعة وفي أفكار جديدة مبتكرة عشان البيت. اشتريت شوية حاجات المطبخ وحاجات هدايا، حاجات ظريفة للبيت في برانويتشي، ومتشوق جدا أنا أرجع لأن جاي معايا مجموعة رهيبة من الكتب الخاصة باللغة الإنجليزية عشان خاطر استخدمها في المدرسة. زي ما انتم شايفين المدينة مليانة كنائس ومباني أثرية ظريفة. فيلنوس هي ميزتها الرئيسية قربها من بيلاروسيا، من مينسك حوالي 3 ساعات بالقطر، ومن برانوفيتشي حوالي 5 ساعات بالأوتوبيس، وبالتالي ممكن نقضي فيها الويك اند، نروح نشتري شوية حاجات وبعدين نرجع بيلاروسيا تاني. طبعا عشان لسه راجع من لندن، طبعا صدمة الحضارة الغربية، وفجأة تيجي لفيلنوس في مباني كتيرة تحسسك ان انت لسه في الاتحاد السوفيتي. بعد ما ليتوانيا بقت جزء من الاتحاد الاوروبي، مستوى الاقتصادي اتحسن وبقى فيها شوبينج وبقى فيها حاجات كويسة كتير، لكن المباني بتهيالي ان الناس الليتوانيين مش عايزين يستثمروا في مباني جديدة او يعملوا مباني ترفيهية مثلا او حاجات للترفيه. ليه؟ لان دلوقتي الاتحاد الاوروبي يوفر لهم الكلام ده كله. يعني مثلا لو انا راجل من ليتوانيا ومعايا فلوس، اروح رايح واخد الطيارة على باريس، اتفسح في ديزني لاند وارجع. وكمان البلد صغيرة، انت لو حاولت تبني كأن ديزني لاند محدش هيشتريه منك، محدش هيشتري تيكت، يعني يشتري تذاكر ويزورك. انا دلوقتي راجع الاوتيل، اشتريت حاجات من محل ايكي علشان خاطر اشتريت جبنة وجلافز ولبان. رفضت الست تبيع لي بيرة زيرو، يعني بدون غير كحول، قالت لك لازم تشتريها الساعة 10. طب يا استاذة ليه الساعة 10 اذا كان هي بيرة صفر؟ لا، ممكن يكون فيها نسبة 0.1%. انا قاعد في هوتيل صغير جدا اسمه ستي اكسبريس، بص كده وراي، هو ده، تخيل البيت الصغنن ده هو الاوتيل بتاعي. شارع صغنن جدا، ادي الاوتيل، يلا سلام سلام.